نحن هنا أمام مقر السفارة الأمريكية في الجزائر، حيث بعد لحظات ستصل السفيرة الأمريكية الجديدة لدى الجزائر إليزابيث أوبن، وكانت آخر وظيفتين لها في الخارج في كل من كندا حيث شغلت منصب نائب السفير، وقبل ذلك كانت متواجدة هنا في الجزائر حيث شغلت المنصب نفسه، وها هي الآن تقترب منا. هيا بنا. And so a fundamental focus of mine is going to be doing everything I can to show respect both internally and to our hosts, to Algeria, to Algerians. It's very important to me that we do things that demonstrate our respect for this great country and the culture, traditions, and languages of Algeria. نود أن نسمع منكم مباشرة. ما هي اقتراحاتكم لمواصلة تحسين علاقاتنا الثنائية المميزة؟ إن السفيرة أوبن تريد معرفة آرائكم حول كيف يمكن للولايات المتحدة والجزائر المضي قدما معا وتعزيز سبل التعاون بين البلدين.